أحسن الله إليكم. في سؤاله الآخر يقول: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة أذانه الأول بعد الزوال، هل على النساء أن ينتظرن حتى الأذان الثاني ثم يصلين، أم ماذا عليهن؟ إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فمن صلى بعد زوال الشمس فقد أدى الصلاة في وقتها، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. المهم زوال الشمس، إذا حصل دخل وقت الظهر، حينئذ من صلى بعد زوال الشمس فقد أدى الصلاة في وقتها، ومن صلى قبل زوال الشمس فإنها لا تجزي لأنه صلاها قبل الوقت. النساء إذا زالت الشمس يصلين الظهر، سواء صلى الرجال الجمعة أو لم يصلوا. وإذا لم يعلمن بزوال الشمس فإنه يكفيهن الأذان، لأن الأذان علامة على زوال الشمس.